بكده فقرتنا الرياضيه اخبارنا الرياضيه تكون انتهت، ومعانا فقره مهمه جدا، معانا مداخله دكتور علي قطب خبير الارصاد الجويه، ونطمن منه على حاله الطقس. دكتور علي صباح الخير. صباح النور، اهلا بك يا استاذ عبير. صباح الخير يا دكتور علي، احنا ملاحظين شويه الجو بدات الحراره ترتفع تاني. بالفعل طبعا بنستشعر في ارتفاع في درجه الحراره، ودرجه الحراره ديت شعرين بيها في وقت الظهيره وحتى فترات الليل، لان الرطوبه النسبيه بتبقى مرتفعه جدا. انا عاوز اقول لحضرتك ان الرطوبه النسبيه وصلت لحوالي 94% على القاهره الكبرى فجر اليوم، ودي كانت مؤثره ومخلينا مش مستشعرين ان انخفاض درجه الحراره خلال فترات الليل، لكن هي عموما هتقل فيها نسبه الرطوبه ان شاء الله خلال 48 ساعه القادمه، ولكن ما زالت درجه الحراره مرتفعه حول 35 درجه مئويه على القاهره الكبرى وحول 31 درجه في الساحل الشماليه، وبترتفع في صعيد مصر الى 38 درجه مئويه. عشان كده بنوصف الطقس بانه مائل للحار رطب على السواحل الشماليه وحار رطب على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومدن القناه، وكذلك في جنوب سيناء بيكون شديد الحراره في جنوب الصعيد. ده فتره الظهيره اللي هي بنعتبرها من الساعه 12 حتى الساعه 4 عصرا. خلال فترات الليل بتنخفض طبعا درجه الحراره، ان شاء الله يكون الطقس معتدل على اغلب انحاء الجمهوريه. الشبور المائيه دي ارتفاعها بيؤدي لتكون ارتفاع نسبه الرطوبه بيؤدي لتكون الشبوره المائيه، وبالتالي دي ظاهره مؤثره على الطرق الزراعيه. سوى ذلك مفيش اي تغيرات جويه، الرياح بتكون اغلبها ما بين معتدله، بتنشط احيانا ولكن الاغلبيه انها بتكون معتدله خلال فترات النهار وخفيفه خلال فترات الليل، وده بطبيعه الحال طبيعي جدا، لكن احنا ما زلنا في الخريف وهذه السمات هي سمات فصل الصيف، علشان كده احنا ما زلنا بنبتدي الملابس الصيفيه ومستمر معانا هذا الطقس حتى بدايه الاسبوع القادم ان شاء الله. يعني احنا نقدر نقول ان ده الطبيعي للطقس ولا دي موجه وهتنتهي؟ لا دي موجه وهتنتهي ان شاء الله. الطبيعي ان احنا لما نتكلم عن درجات حراره نقول ان درجه الحراره خلال هذه الايام المفروض انها تبقى 29 30 درجه مئويه على القاهره الكبرى، لما تبقى 35 لا دي موجه، وموجه مؤثره، وبعدين تاثيرها كمان عشان هي مستمره، احنا بقالنا دلوقتي قرابه الاربع خمس ايام مستمره معانا حتى نهايه الاسبوع وبدايه الاسبوع القادم، اذا هي موجه طويله كمان، وده بيحدث احيانا ولكن عاده بعد هذا الارتفاع بنفاجئ بانخفاضات في درجات الحراره ان شاء الله، وده هيكون على الاسبوع الاول من شهر اكتوبر او حتى 10 اكتوبر ان شاء الله. ان شاء الله. طيب حابين نعرف درجات الحراره المتوقعه 48 ساعه القادمه. العظمى على القاهره ان شاء الله 35 درجه مئويه، في سواحلنا الشماليه حول 31 ل 30 درجه مئويه، السواحل الشماليه الغربيه 30، الشرقيه 31 ل 32 درجه مئويه في العريش وبورسعيد. لو انتقلنا للوجه البحري شمال الدلتا هنلاقي حوالين 33، وجنوب الدلتا حوالي 34 ل 35. في شمال الصعيد درجات حرارة عظمى تتراوح ما بين 36 إلى 38 درجة، جنوب الصعيد درجات حرارة عظمى تتراوح ما بين 38 إلى 39 درجة مئوية، أما الصغرى ليلا بتنخفض ما بين 22 إلى 23 درجة مئوية في أغلب محافظات الجمهورية. نشكر حضرتك جدا دكتور علي قطب خبير الأرصاد الجوية. زي ما سمعنا كلنا درجات الحرارة دي موجة وهتنتهي بالفعل ابتداء من أول أسبوع في أكتوبر، وإن شاء الله يعني كده هندخل على فصل الخريف اللي بتكون فيه الأجواء معتدلة، ولا هي حر ولا هي برد الشتاء.